كنت كنتفرج وشفت هاد السمارت واتش وعجبتني الساعه عندنا. ديك الساعه دخلت الويب سايت ديالهم باش نشريها، لكن لقيتها ما كيليفريوش للمغرب، وقلبت عليها في امازون وما لقيتهاش لان الساعه يلا خارجه جديده. وبالصدفه كنت بغيت نوريها هاد السمارت واتش لصاحبي، لكن لقيتهم داروا سيت خاص بالمغاربه ويقدروا يليفريو لك حتى للدار بلا حتى شي مشكل. وهنا فين جاتني الفكره نوريكم كيفاش تخدموا الاي كوميرس بالاستراتيجي اللي ولاو جداد، اولا ديروا الافيليييت ماركتينغ الا ما كانش عندكم راس المال كبير بطبيعه الحال. وصافي كومونديت الساعه واخا ديجا عندي وحده. دازوا شي سويعات وتواصلوا معايا باش يديروا الكونفيرماسيون، والغد ليه جا ليفرو حتى المدينه فين ساكن. وهنا لبست حوايجي باش نمشي عند ليفرو. السيد خرج عنده زعما بغيت نقرب ليه الطريق، سواء مشى لبلاصه واحده اخرى مشى لحد الدار. المهم حنا نمشيو عنده نشوفوا جاب لنا العيبات ولا لا، نوجدوا ليه فلوسه باش ملي نوصلوا عنده ما نبقاوش عاد كنصافي فليسه وركيني. بسم الله. القفصه هذا كينضي لي الصوبان بحال ديك صحاب الفورميلا 1. كاين شي جنازه، كنا صلينا الجنازه على واحد السيده في الشام، دابا غادي يكونوا غاديين بها الله يرحمها. راه عامره السيده هو ايوا هذا قالب جوان. زيد اخويا زيد هاد من الام خرج لي فاول. واو السيد جا. ايا اخويا اللعيبه خدينا ما عندهم الثمن ديالو ديرجع الله الصبح باقي عندنا الغنم هنا. المهم نمشيو للدار نشوفو لها بلانا كيفاش داير. المهم هذا راه ماشي شي انفوكسين اوفيسيال ولا شي سبونسور شي واحد، كنصور غير بالتليفون وبلا سكريبت، دونك سمحوا لي الا بانت لكم شي حاجه مشيت ليه في التصوير. شفت حنا عمر دايز راسنا منه. وهذه هي الكرتونه ديالها، كتجي الساعه هي الاولى واول حاجه كتبان السكرين ديالها كبيره مقارنه بهذيك اللي كانت عندي. كيجي معها الكيبل ديال الشحن ماغنيتيك بطبيعه الحال، وهاد جوج صراف احتياطيين اولا بغيتي تبدل بهم ولا كنتي غتعوم بها ولا شي حاجه. ومعها لانكاسابل ديالك كما كتبان لكم. وكيف ما كتشوفوا ساهله في التركيب لان دايرين لها بلان ديال كويك ريليس، كلشي ماغنيتيك. وهذا المانوال اولا كتيب الاستعمالات لمصالح الوالو، ولكن هذا المره نفعني بزاف لانه بلا بيه كنت غادي نبقى نتقاتل باش نعرف كيفاش نشعلها. وصافي السكرين ديالها 1.43 بوص واموليد داكشي ريزوليسيون، والبرايتنس ديالها طالعه بزاف، زائد انها IP68 يعني تقدر تدخل بها لابيسين ما يوقع عليها والو لانها واتر بروف. المهم الاخوان هذا هو الاي كوميرس اللي كنت كنهضر لكم عليه، هو اللي هضرت عليه في هذا الفيديو بالضبط، وركزت على جوج ديال الحوايج اللي هما مهمين بزاف. انا غادي نعطيكم الدليل ديال انهم هما اهم حاجه. اول حاجه اللي هو سبونسر، انا كيفاش درت تعرف بهذه المكانه هذه؟ شفتها عن طريق اليوتيوب، عن طريق واحد اليوتيوبر اللي هو موثوق، اللي يعني اللي شفت انا عنده شي حاجه ودار لها ريفيو راه كنعرفها مزيانه، ودخلت قلبت عليها. ملي دخلت قلبت عليها لقيتهم انهم ما كيليفريوش المغرب، الويب سايت ديالهم كنظن انه الماني ولا ما عرفتش اين دوله. غير دازت واحد 4 سوايع او 5 سوايع عاود اكتواليزيت لقيتهم انهم كرياو ويب سايت المغاربه والجزائريين والدول ديال شمال افريقيا. هنا هذه اهم حاجه اللي كنقول لكم من قبل، عمرك ما دير شي ويب سايت يكون في يوكان، مع احتراماتي الناس ديال يوكان، لانه الداتا ما كتكونش ديالك. واهم حاجه عندك في الماركتينغ اولا في الاي كوميرس اون جينيرال اللي هي الداتا. يعني هاد الناس كيفاش عرفوا انه كاين بزاف ديال المغاربه دخلوا كيقلبوا على هاد الساعه، ولكن بزاف ديال العرب اولا ديال الناس من شمال افريقيا كيقلبوا على هاد الساعه؟ عن طريق الداتا والاناليتكس اللي كتطلع لهم تما. ديك الساعه بزربه كرياو 5 ديال لي ويب سايت في المغرب والجزائر وتونس وليبيا الى اخره، كرياو هاد لي ويب سايت وقال لك حنا غادي نديروا لكم ليفريزون في اقل من 24 ساعه الا كنتي داخل كازا، اولا في يومين الا كنتي خارج كازا. داكشي اش خليت هاد الساعه. وثاني اهم حاجه كنقول لكم في الاي كوميرس اللي هي مهمه بزاف اللي هي الكونفيرماسيون. مجرد ما دوزت الكوموند دلت واحد شويه هما يتصلوا بالتليفون، وصلتنا الكوموند ديالك سلام سلام، واش انت اللي دوزت هذيك الكوموند؟ اي دوزتها، صافي حنا غادي نليفريوها لك. قالوا لي هما غادي نليفريوها لك حتى الاثنين، لكن بالزربه ليفريوها لي. يعني هنا كنقولوا ان الكونفيرماسيون راه شي حاجه مهمه، لان كاين بزاف ديال الكليان كيدوز الكوموند وعاد كيبدا يمشي يقلب في السوق ولا كيبقى يقلب في الفيسبوك او في شي حاجه، كيبقى يقلب على هاد الساعه يقدر يلقاها بشي ثمن قل، ولا يقدر يلقى ديال شي شركه واحده اخرى فيها مميزات احسن وبثمن اقل وكيغير الراي ديالو. ولكن انت هنا الا درتي الكونفيرماسيون بالزربه زربتي عليه التليفون طن 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 ليفريتي ليه اللعيبه صافي راه كياخذها من عندك، كيكون صعيب انه يبدل الراي لانك ما كتخليش ليه الوقت. ملي قلبت عليهم ما لقيتهاش في امازون، تواصلت مع الصديق ديالي كيسكن في اسبانيا، صيفط له اللين ديالها. سي بون هنا دوزت انا الكونفيرما، دوزت الكوموند، دوزتها نهار 30 وشوفوا اليوم، اليوم واحد يعني ما عطلونيش، دوزت نهار 30 الشهر كان فيه 31 واليوم واحد ها هي وصلتني. يعني هنا راه كنهضروا على شي حاجه سميتها الاي كوميرس ديال بصح. يعني ماشي بنادم كيتفلا كيحط لك واحد برودوي وما كيجاوبكش في البريفي ملي كتبغي دوز كوموند، اولا كدوز كوموند وما كيتسوقش لك. نفس البلان كيف ما في امازون، كنت صيفط لصاحبي واحد البرودوي خداهم ليا سير بلاص كيوصلوا، انا امازون تما ما كيعطلوش هاد البرودوي، تنديروا لهم شي ريفيو من بعد. هادي كنت صيفطتها ليه
هي وصلت مع 5.25 ودابا راه 5.35. يعني امازون راه عندهم واحد السيستم ناضي، خصوصا الا كنتي في لوروب راه تقدر يوصلها لك في نفس النهار اولا الغد اللي تلقاها قدام الباب، يعني غير دوز شي حاجه راه كيوصلوها لك. دونك كما شفتوا معايا حسن ندير لكم من هنا لقدام شي فيديو على الديجيتال ماركتينغ اولا الافيليت ماركتينغ، يعني غادي يصلح الناس اللي ما عندهمش واحد راس مال كبير ما يقدرش يكري ويب سايت ديالو يكون فيه الداتا ديالو، يعني غتجي صعيبه انه يكري ويب سايت ب 3000 اولا 5000 درهم على حسب كل واحد شحال كيصاوبو قاد له المسائل ديالو، زائد انه يقابل الويب سايت ديالو حط البرودويات وداك الشيء، يعني هادشي كيحتاج واحد راس مال كبير بزاف اكثر من 5000 درهم، يعني دير هادشي كامل دير البرودويات تجيب السلعه ودير السبونسور الى اخره غادي ياخذوا لك فلوس بزاف. تقدر دير الافيليت ماركتينغ يعني تمشي عند واحد الشركات بحال اي شركه كيف ما كانت كتبيع البرودويات وكتقترح عليهم انك تكون بحال واحد السمسار ديالهم، هذه هي الافيليت ماركتينغ، يعني بالدارجه هو انك كتكون سمسار غتشد هذوك البرودويات ديالك، انت ما خسرت حتى شي حاجه، ما غادي تشري لا برودوي ما غادي تحط لا شي برودوي ما غاتليفري ما غادي دير شي حاجه، غادي تصد التصاور ديال هذوك البرودويات غادي تحطهم في الباج ديالك في الفيسبوك اولا في انستغرام اولا كان عندك شي موقع اولا اي حاجه يمكن لك تحط فيها دوك البرودويات، كتحط غير التصاور ديالهم، اما البرودوي ملموس يعني باش لقيتهم جاب يدك راه ما كيكونش عندك، كيكون عند الشركه اللي كتخدم معاها وصافي. ديك الساعه انت كتبقى دير سبونسور في الفيسبوك اولا في انستغرام اولا في يوتيوب اولا في اي بلاصه وكيكون معاه اللينك ديالك، واي واحد كيشري من هذاك اللينك ديالك فانت كتاخذ بورسونتاج ديالك. اهم حاجه في هادشي انك ما كتصدعش راسك، يعني اللي يفريو الكليان ولا ما يفريوش ليه انت ماشي شغلك، انت فقط كتدوز ليهم الكوموند، يعني كتجيب لهم واحد الكليان كيدوز الكوموند وكتاخذ البورسونتاج ديالك وهكا كتجمع راس المال حتى تقدر دير براند ديالك اولا دير بروجي ديالك اللي يكون فيه موقع الكتروني خاص بك. هادشي كامل غادي نهضروا عليه. المهم مازال عندي واحد الفيديو دير بالكم، هنا مازال الدعوه عندي مرونه باقي لك كيدير هادشي. واحد الفيديو غادي نهضر عليه على المهم مازال كيتمونط، المهم تشوفوا الدعوه عندي مرونه في المونتاج، هادشي فيه الخدمه بزاف، المهم راه فيه بزاف ديال الانيماسيون المسائل فيه ديال احسن ثلاثه البيسيات تقدر تشريهم القرايه او للخدمه او للايكوميرس او شي حاجه. هذا الفيديو كنطلبوا مني بزاف ديال الناس، المهم راه تقريبا بقى ليه والو باش يسالي في المونتاج، باقي غير شويه ديال الانيماسيون وغادي يكمل ديك الساعه. هذا الفيديو هذا اللي كتشوفوا دابا راه بطبيعه الحال غادي نلوحوا لكم قبل من هذا الفيديو هذا. وفي الاخير الى استفدتوا شي حاجه ما تنساش انكم تخليوا لايك وسبسكرايب، ما بغيتش نغبر عليكم بزاف، قلت نلوح لكم هذا الفيديو هذا قبل ما نسالي هذيك الروينه اللي مازال عندي في المونتاج. دمتم سالمين.